منوها الأعمال التي يقوم بها. الإعلام في خدمة انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي في صلب نقاش أكاديمي موسع ضم أساتذة باحثين في الإعلام ومهني القطاع قاربوا واقع الإعلام الوطني والتحديات المطروحة خاصة أمام انفتاح المغرب على بلدان العمق الإفريقي. موضوع داخل في إطار التوجهات العامة للمغرب وللسياسة الحامدة لصاحب الجلالة حول اتجاه إفريقيا. إذن كماستر لمهن الطبقات الإعلام وكمرصد جامعي لمهن وممارسة الإعلام من واجب ديالنا باش نخرطوا، لأنه هذا هو هذا الشيء علاش بنينا هذا المشروع ديال الماستر وديال المرصد. يجب أن ننخرط في السياسات العامة وفي التوجهات لبناء جيل جديد من الإعلاميين اللي يكون عندهم إلمام بالسياسات العامة. مداخلتي اليوم تمحورت حول مقارنة الأدوار التاريخية التي لعبتها الزاوية والأدوار الحالية للإعلام ونقاش تماهي دوريهما والتقائية أهدافهما. وناقشت هدفين أساسيين وهما أولا توسيع العمق الجيوستراتيجي للمغرب خاصة في اتجاه الجنوب اتجاه الإفريقي، وثانيا السلم الروحي للمغاربة واعتدال الخطاب الديني. هذا اليوم الدراسي الذي ينظم تحت الشعار دور الإعلام في خدمة العمق الإفريقي في علاقة المغرب بالدول الإفريقية ما هو إلا مساهمة أكاديمية لتسليط الضوء على هذه العلاقة التي هي في الحقيقة علاقة قديمة جدا إن كان على مستوى الاقتصادي أو السياسي. ولكن اليوم بما أن الإعلام أصبح يعني له دور كبير في خدمة القضايا أعتقد أنه كان لزاما علينا أن نتطرق إلى هذا الموضوع. وقد تم خلال هذه الندوة العلمية الأكاديمية التوقيع على جملة من اتفاقيات الشراكة تروم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية خدمة للطاقات الإعلامية المحلية. في إطار هذه الاتفاقية المبرمة مع المرصد الجامعي بأكادير نتوخى من خلالها يعني الحضور المتميز لمجموعة من وسائل الإعلام وكذلك لتكوين مجموعة من الأساتذة والباحثين والطلبة كذلك من أبناء هذه المنطقة، وكذلك في تبيان الطفرة التنموية التي تحظى بها ويحظى بها إقليم الصزاك بصفة عامة، وكذلك تماشيا مع البرنامج العام لهذه التظاهرة ولما تلعبه السلطة الرابعة في تنوير الرأي العام. ندوة تأتي على هامش الموسم السنوي لزاوية أسا تماشيا مع انفتاح جامعة ابن زهر على مدن المناطق الجنوبية.